واللي اصدقائي من هون تنزل من الاول ولا بيك اب بعدين انت ماذا نفعل بحب اشتغل معكم في افتاح يا سمسم لانه انتوا عندكم محل كثير جميل وكلهم عندهم احتراف وعندهم فهم لمهنتهم بحبوا العمل بحبوا الناس وكلهم بيفهموا شو معنى الاطفال وبيحترموا الاطفال لما انا كنت صغيره كنت احب افتح يا سمسم باللغه العربيه والانجليزيه بحكم أني أنا من دولة الإمارات ومن الخليج العربي فكان سهل جداً علي أني أنا أكتب القصص بطريقة تتلائم مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا نحن كشركة بلينك ستوديوز لقينا أنه هيدي فرصة تانية مع أبو دبي ومع شركة 2454 تنتعاون معه ونطلع بإفتح يا سمسم ونحن عنا نفس الفيجن كبلينك ستوديوز إنه ننتج كتير من البرامج للأطفال تكون تربوية نركز على اللغة العربية لحتى نرجع هيدا الشيء أهلاً أهلاً قد شرفتم أهلاً أهلاً قد نورتم ونزلتم في غير مكان أهلاً بكم في افتح يا سمسم بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة السلام عليكم لطالما حث الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه على التعليم ودعا إلى تثقيف الأجيال فقد كان يؤمن بأن التعليم هو الأداة التي تساهم في تطور الدولة وتفتح آفاق المستقبل لشعبها فمنذ تأسيس الدولة وحتى الآن حافظ التعليم على مكانته كحجر أساس في استراتيجية الدولة من أجل تحقيق التنمية والازدهار لكن السؤال المطروح هو كيف نعلم أبناؤنا؟ فمع تطور الإعلام وظهور العولمة لم تعد مهمة تعليم الأطفال محصورة بالأبوين ومحيط الأسرة أو حتى بالمدارس بل بات لدى أطفالنا مجالات أوسع ومصادر أكثر لنهل العلم واستقاء المعرفة لقد مهد التطور التكنولوجي الطريق لفتح آفاق جديدة ووسائل شتى للتعليم وتشير الإحصاءات أن 92% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت بشكل فعال كما تتعدى نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى أكثر من 200% وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم وأصبحت الأجهزة اللوحية جزءاً أساسياً في حياتنا وحياة أطفالنا علينا أن ندرك حقيقة مفادها أن الجيل الرقمي مختلف تماماً عن جيلنا ولديهم مجموعة أوسع من الخيارات للوصول إلى المعلومة أكثر من أي وقت مضى وهنا تبرز قضية مهمة جداً ألا وهي أن جل المحتوى الذي يتعرض له أطفالنا يصاغ خارج حدود هذا الوطن العربي وبلغات غير عربية فعلى الرغم أنه من المهم تعريض الأطفال للثقافات الأخرى لمعرفة المزيد عن شعوب العالم لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب تراثنا وثقافتنا لذلك يجب علينا أن نسأل أنفسنا كيف لنا أن نتأكد من أن التأثيرات القادمة من خارج الوطن العربي متوازنة وتلتقي مع ثقافتنا العربية وأنها ذات محتوى تربوي ملائم من شأنه أن يعلم أطفالنا ويغرس في نفوسهم الثقافة واللغة والقيم العربية والجواب مرة أخرى هو أنه لا بد لنا من الاستخدام الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة فمن خلال القنوات ذاتها والمنصات التي تحمل مضامين جديدة لأطفالنا يمكننا إيجاد أساليب أخرى لجذب الأطفال وبث محتوى بلغتنا الأم ينسجم مع عاداتنا وثقافتنا فاليوم لم يعد تعليم الطفل يمر فقط عبر الكتب المطبوعة أو البرامج التلفزيونية فمن خلال التكنولوجيا الجديدة وصناعة الإعلام ثمة أساليب جديدة متكاملة مع التعليم وهذا الدور الذي نحاول أن نلعبه هنا في 2454 من خلال تنمية صناعة الإعلام المستدام التي تسهم ثقافياً واقتصادياً في مستقبل البلاد حيث يضم المجمع الإعلامي لدينا حالياً أكثر من 380 شركة إعلامية وحوالي 40 موظفاً مستقل لتطوير هذا المحتوى لدينا التزام منذ فترة طويلة بإنشاء محتوى عربي لتلبية احتياجات أكثر من 300 مليون ناطق باللغة العربية ولدينا العديد من الأعمال التي تشاهدون منها على الشاشة ساهم بها أبناء الوطن بشكل كبير في إنتاجها واليوم وبكل فخر
يمكننا أن نضيف إنجاز آخر بالمشاركة مع بداية ومع مبادلة ومع أيضا فريق الدكتور علي القرني في برنامج الأطفال الأشهر على مستوى العالم. لقد كان برنامج افتح يا سمسم عملا مؤثرا للغاية عندما عرض في أواخر السبعينات كما ذكر ستيف، وما زال البرنامج محفورا في ذاكرة الأجيال السابقة بشخصياته المحببة وأغنياته الشهيرة. وفي ظل عدم وجود المحتوى العربي الجذاب وميل أطفالنا لمشاهدة إنتاجات غير عربية وتراجع استخدام اللغة العربية في هذا المحتوى، فأنا واثقة من أن افتح يا سمسم بنسخته الجديدة سيكون البديل الأفضل، وسيساهم في تعليم أبنائنا وتعريفهم بتراثنا وثقافتنا. وأعتقد أنكم جميعاً تتشوقون لمشاهدة أولى حلقات الموسم الجديد يوم الجمعة المقبلة. إن إنجاز مشروع افتح يا سمسم هو أكثر من مجرد إنتاج برنامج تعليمي وترفيهي ناجح، إنه مثال حي على نجاح البيئة الحاضنة لصناعة الإعلام في أبوظبي، والتي تعمل على إنشاء محتوى بمستوى عالمي مع شراكات إعلامية عربية وعالمية على مستوى عالي، وينفذ أيضا في استوديوهاتنا في لصناعة هذا الإعلام عندنا. في الختام أود أن أذكركم بأن أقوال المؤسس الشيخ زايد رحمه الله: الأجيال القادمة ستعيش في عالم مختلف للغاية عن هذا العالم الذي ألفناه، لذا فمن المهم أن نجهز أنفسنا وأطفالنا للعيش في ذلك العالم الجديد. أعتقد أن جزءا من هذا الاستعداد الذي دعا له المغفور له يكمن في التأكد في غرس عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التي نعتز بها في نفوس أطفالنا، لمنحهم الحصانة والثقة في عالم يزداد عولمة وتمازجا بين الثقافات، وبالتأكيد أن صناعة الإعلام توفر لنا ذلك. علينا أن نتذكر أن ثقافتنا لم تتغير، إنما ما تغير هو القنوات التي يمكن استخدامها لتمريرها إلى الجيل القادم والأجيال التي تليه. في الختام يسعدني أن أدعوكم لمشاهدة بعض اللقطات الأولى من الحلقة الأولى من افتح يا سمسم في موسمه الجديد، آملة أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم. نفرح نفرح.